وانا عندي امكانيه ان الجزائر باش تكون في الفينال ان شاء الله. الملاعب هذه ما شاء الله كنت في قطر انا، معناتها الجزائر قادره تنظم حتى كوب دي موند. انا 90% مش نرشح الجزائر، واحد من الناس حتى مش كلم بريزيدون تاع تونس باش نصوت للجزائر، وشماتها في العديان وما غير ما تعملوا الفتنه ما بين الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، خليوا للسياسه للسياسه والكره للكره، خلينا وربي يحفظكم وتحيه تونس والجزائر. الجمهور الجزائري ما شاء الله انا اقوى جمهور ريته هنا تو دور 70 دوله، ما شاء الله على الجمهور الجزائري. نحينا شويه التعصاب هكاهو هكاهو ان شاء الله، معناتها ان شاء الله معناتها الشان مش تقدر ان شاء الله، وانا مش كون حاضر حتى الفينال ان شاء الله. بالطبيعة أنا عامل 7 كوب دي موند و 25 كوب دافريك جات في الشان زعما في بلادي أنا. أنا بالطبيعة الجزائر، أنا جاي لهنا الجزائر خاطر تونس ما ترشحناش، جيت نمثل الجزائر وهو علم تونس معايا زادة حاضر، وهذا باسمي باسم الشعب التونسي، مبروك الانتصار اليوم للجزائر.